تابعت النهارده زياره الوزيره نبيله مكرم لمحافظه الغربيه، قرى محافظه الغربيه، ثلاث اربع قرى تقريبا. ايه الحكايه يا جماعه؟ سيده وزيره الدوله للهجره، في عندنا مصانع وعندنا الاف فرص العمل وعندنا الدوله داخله في المشروعات عشان القضاء على ان الناس تسافر بره ويحصل لهم لا قدر الله حاجات وكده، فيبقى عندنا استثمار، ناس الدوله تساعد، يبقى عندي بدل مصنع 1000 مصنع، 2000، 5000، 20000، 100000، مليون مصنع. مش عايز ولا واحد يسيب بلده عشان يشتغل بره او يهاجر او يروح هجره غير شرعيه ولا غيره. فبنوفر له فرصه عمل النهارده. لما يبقى في اكتر من قريه بتنتج بتصدر، يبقى استحقاق كبير من الوزيره اللي انا بحييها، وزيره نبيله مكرم. راحت النهارده بقول لحضراتكم بعض القرى التابعه لمركز باسيون في الغربيه، وكان حال النهارده بحييها بصراحه، قاعده مثلا النهارده يمكن للساعه 7 8 بالليل، من الصبح لحد يوم طويل، ومع زي ما حضراتكم شايفين كده، عارفين لو هقولها يعني بنت البلد، هي بنت البلد، تقعد مع البنات وبناتنا وقاعدة معاهم، تتكلم معاهم، بتشوف بيعملوا ايه وتتكلم زي ما حضراتكم شايفين كده. هو ده الجمال يا جماعة. لما يبقى عندنا حاجة كويسة لازم نحييها، ومش لازم كل حاجة تبقى عندنا، يعني لما يبقى عندنا حاجة كويسة الناس تدور على ايه، حاجات صغيرة قوي، صغيرة قوي قوي مش عايز اتكلم عليها. يعني لما بيجي عندي في بلدنا، وانا اكلمكم عن وانا من قرية زي القرى اللي كانت فيها سيادة الوزير النهاردة، بيبقى جاي لي ضيف بيتنا، انا بقول اهو، بيقول لك بتفرش الارض، ايوه انا بنعمل كده، انا بعمل كده في بلدي، انا اهو بقول لكم على الهوا، ضيف جاي لي، ضيوف جايين لي، تبقى حتى عامل يعني يعني الثانويه بتاع والدي او حد من الاسره، بنبقى فرشين الارض، فرشينها سجاد، هو ايه العيب يعني؟ انا بحتفل بالناس، بحتفل بيهم، وجاي بيتي اقدم له كل حاجه. احنا عندنا كده في القرى، جايز الناس ايه بيبقوا واخدين الموضوع، لا حضرتك بص للحكايه، احنا بنحتفي بضيوفنا وبنشيلهم على راسنا زي اهلنا في قرى في محافظه الغربيه. سياده الوزيره، اولا مساء الخير، بحيي حضرتك. مساء النور يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. لا انا مبسوط النهارده اللي انا شفته بصراحه، ممكن تحكي لنا اليوم النهارده، وان حضرتك رحت كمان تبقوا موجوده مع شباب مصر. النهارده يا استاذ احمد كانت الـ يعني الخطوه الثالثه ضمن الخطوات اللي اتخذتها وزاره الهجره بعد اعلان السيد الرئيس مبادره مراكب النجاح، المبادره الرئاسيه الخاصه بالتوعيه بمخاطر الهجره غير الشرعيه. ولكن سيد الرئيس لما اختار الاسم مراكب النجاح، عايز يدي الامل، عايز يدي الاشراق، عايز يدي الفرص البديله، عايز يوري انه الدوله مع الناس. دولة ليست ضد الهجرة الشرعية ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية، عشان على كده على طول بدأت بزيارة الفيوم وزيارة البحيرة، والنهارده كانت المحطة الثالثة. ولكن اتفقت مع دكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومشكورا بشكره على تنظيم الزيارة، اتفقت معاه ان انا مش عايز انزل المحافظة كمحافظة، ولكن انا عايزة انزل القرى. كويس. القرى المنتجة عشان نسلط الضوء على الصناعات اللي موجودة داخل هذه القرى. والحرف اليدوية عشان ندعمها. النهاردة نزلت أربع قرى، الفرسك وكتامة ومحلة اللبن وشبرولة. والحقيقة الناس كانت سعيدة جدا بهذه الزيارة، وما كنتش لوحدي، كان معايا ممثل عن البنك المركزي، عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن المجلس القومي للمرأة، عن برنامج التعليم الفني بالتأكيد المحافظ معانا. اتكلمنا مع الناس في المصانع، مع العمال، مع اصحاب المصانع، وشفنا ايه اللي ممكن ان احنا ندعمه. هناك لقينا صناعات دهانات، خزف، فخار، عسل نحل، زبيب، حاجات محتاجه دعم ومحتاجه تطوير. وبالتاكيد لما حضرتك تطور هذه الصناعات بتخلق فرص عمل جديده، وبتدي امل، وبتدرب شباب ان هو يشتغل، يا يشتغل ويكمل في بلده، يا يشتغل ويسافر بره. وبالتالي بنقضي على ظاهره بتموت ولادنا. صحيح. انما في مراكب النجاه بتديله هذا الامل انه لا، احنا عندنا فرص، وفي القريه بتاعتك انت بالذات في فرص، وفي فرص عمل، واحنا كدوله اهو بكل الجهات نازلين عشان نشوف احتياجاتكم ايه، وما ننتظرش بقى مذكره تجيلنا، احنا اللي بننزل
واحنا اللي بنخلص على طول يعني. بعد ما عملنا الزياره دي كل الجهات اللي نزلت معايا قعدنا في محافظه الغربيه بالمحافظ، وابتدينا ان احنا نحط خطه عمل. الجهاز المصرفي هيقدم ايه؟ المشروعات الصغيره والمتوسطه هتقدم ايه؟ برنامج التعليم الفني. هذه الزياره النهارده كانت زياره استطلاعيه عشان يوم 8 مارس هننزل مره اخرى الى محافظه الغربيه وهنبتدي نشتغل، بس نكون عرفنا ايه الكوره دي محتاجه؟ ايه الدعم اللي ايه هم عاوزينه؟ هنقسم الشباب ازاي في هذه القرى ومحافظة الغربية على التدريب المهني والفني مع الاستمرار في التوعية ومخاطر الهجرة غير الشرعية. قالوا ايه لسيادتك وحضرتك بتتكلمي معاهم؟ بيقولوا ايه لحضرتك؟ اولا ما كانوش مصدقين ان احنا فعلا جينا وعايزين يحتفوا، يعني تلاقي بتاع الخزف عايز يعمل لي بازا، والبتاع الفخار عايز يعمل حاجه، يعني السيدات كمان يا استاذ احمد لما نزلت وقعدت معاهم واشتغلت حتى انا معاهم وهم بيصنعوا الكوبايه او الماج اللي هو بعد كده بيصنعوه، قد كده كانوا سعداء وكانوا فخورين ان هم سيدات. كل واحده بتحكي لي هي بتعمل ايه وازاي ان هي حاطه بنتها جنبها علشان تعلمها الحرفه اللي هي بتشتغلها. طلبوا مني طبعا طلبات متعلقه بالتطوير التكنولوجي بقى، لان هم بيشتغلوا بايديهم، بيعبوا الدهانات بايديهم، الجراد اللي بتتحط ازاي، كل ده شفته وشفت كل مراحل ومسار الانتاج عندهم. وابتديت اكلمهم ان احنا ممكن نطور الموضوع ده تكنولوجيا عشان يبقى برضه الانتاج بتاعك ممكن يزيد، وممكن نساعدك في التصدير، وممكن نمدك بكل الاساليب الجديده عشان تطور الصناعه اللي انت بتعملها دي. فالحقيقه كان في تفاعل جميل وقدروا الزياره، وحصل هذا يعني القرب ما بيننا وما بينهم هم. بنتكلم سياده الوزير على كم مصنع وعدد الشغالين لحد دلوقتي قد ايه؟ يعني بس احنا مثلا في مصنع الدهانات في 100 واحد بيشتغل، في مصنع الخزافير 400، في العسل نفس القصه، انما هم عاوزين بنفسهم يفتحوا بيوت اخرى ويدربوا، لانه بالتاكيد ان كل حرفه يعني حرفه الفخار والحاجات الجميله اللي بيعملوها هم نفسهم بيقولوا لي احنا خايفين ان احنا الجيل اللي طالع ما يقدرش يعمل اللي احنا بنعمله، احنا صناعه الخزف ده مش عايزينها تندثر، فاحنا عايزين ندرب وعايزين نشغل. فطلعنا بافكار الحقيقه يا استاذ احمد النهارده كثيره جدا، وما مشيناش من الغربيه الا بعد ما قعدنا احنا الجهات كلها اللي جايه معايا وحطينا خطه العمل علشان مستقبلا نرجع يوم 8 مارس ان شاء الله للغربيه. هنروج لهم ازاي المنتج بتاعهم او فين؟ حضرتك اكيد شفت معرض تراثنا. ومعرض تراثنا كان جميل جدا بالحرف اليدويه. وكوزيره للهجره بالتاكيد كان من واجبي ان انا استعين بالمصريين في الخارج عشان يروجوا لهذه الصناعات. فانا الشهر ده يعني يمكن من اسبوعين كنت في الامارات العربيه المتحده في دبي، وكان في معرض عقاري للحاجات العقاريه اللي عندنا في السوق العقاري في مصر. وطلبت منهم ان هم ياخدوا لنا جزء من هذا المعرض لمعرض تراثنا. وفعلا اتنقل المعرض، وعشان تشوف بقى جمال المصريين في الخارج ان هم كمان عاوزين يدخلوه في القريه العالميه في دبي، عشان كل سنه يبقى على طول هذه المنتجات من الحرف اليدويه تصدر في الخارج الناس تشوفها. فبنساعدهم في هذا الاطار. جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه الحقيقه عامل مجهود كبير جدا في هذا الاطار، انما ارجع واقول لما كلنا نشتغل مع بعض بالتاكيد النجاحات بتبقى اكبر. هل سياده الوزيره هيبقى قرى بس في يعني احنا واخدين الغربيه كنموذج وهنعمم ده، او يبقى عندنا في اكتر محافظه هذا النموذج؟ بالتاكيد احنا عندنا 11 محافظه مصدره للهجره غير الشرعيه. زي ما قلت لحضرتك احنا عملنا الفيوم وعملنا البحيره والنهارده عملنا الغربيه وهنرجع لها مره اخرى، انما احنا عندنا الصعيد، عندنا المنيا، وعندنا اسيوط، ايضا عندنا دمياط. كل هذه المحافظات محتاجه ان احنا نشتغل فيها، ولكن بالتاكيد انه ان احنا ناخد محافظه كنموذج وهذا النموذج نمشي عليه او بيه على كل المحافظات، ده بيدي مصداقيه للي احنا بنعمله، وبيوري للناس انه لا في شغل هيحصل وهيحصل على ارض الواقع. حضرتك كاتبه النهارده حضرتك ان فخوره ان انا كنت النهارده ايوه انا وزيره الهجره اللي زرت النهارده 4 قرى في الغربيه، فخوره بده وسعيده بده.
لما حصل اللي حصل قبل لما نمشي، ولقيت على السوشيال ميديا استاذ احمد طبعا يعني التركيز على حاجات الحقيقه مش المفروض ان احنا نركز عليها، زي ما حضرتك قلت الناس بسيطه وعايزه تحتفل جدا بالزوار بتوعها، واقل حاجه ممكن يعملوها ان هو بس يرمي سجاده ولا يرمي كليم ولا اي حاجه. دي طبيعتنا احنا الشعب المصري، احنا الشعب المتدفق بنرحب بالناس البسيط، والله صح بنرحب بالناس ومبسوطين. صح. مين ما شافوش حد جالهم، في مسؤولين جاي بيعدي المعديه عشان يروح له، فهو كرما منه ومن اخلاقه ومن محبته بيحاول ان هو يوري نفسه. فلما لقيت انه الموضوع اتاخد بالطريقه او يعني الجانب السلبي ده، لقيت ناس الحقيقه كاتبه على السوشيال ميديا كلام لا يليق وكلام الحقيقه يحزن. عشان كده طلعت رديت لما هو بيقول وزيرة الهجرة، قلت له أيوه أنا وزيرة الهجرة وأنا مبسوطة من اللي أنا عملته النهاردة، وأنا سعيدة بالناس اللي أنا شفتها، مش إحنا كلنا كنا نازلين عشان نشتغل مع رجالة، رجالة في قرى قادرين إن هم يفتحوا جيش لناس كتيرة جدا، وإحنا واجبنا إن إحنا ننزل عشان ندعم، عندنا قيادة حكيمة، عندنا حكومة بتشتغل، إنما ما تجيش أنت تهدم زيارة بالنجاح اللي حصل فيها النهاردة وبالفرحة اللي إحنا كمسؤولين كنا فيها. اتفضلي ست وزيرة. الو الو ست الوزيرة، الوزيرة نبيلة مكرم. وطبعا زي ما بقول لحضرتك انه ناس يعني تصيد لأي شيء زيارة، بقول لحضرتك يا ريت احنا بنعمل ده، طبيعتنا كده، طبيعتنا كده. وزيرة يعني مش عايز اقول زي ما قلتها من شوية، واحدة زينا بالظبط، تقعد مع الناس تتكلم مع الناس، وكان عندها من اعتقد كانت في النوبة ايضا ولا في اسوان، يعني كان عندها زيارات تقعد تتكلم معاهم تاكل مع اللي هو طبيعي، يعني ناس مش طبيعيين بيتعاملوا بمنتهى بالطبيعة بالتربية بتاعتهم. مرة تانية ست الوزيرة اتفضلي يا فندم. ناس بتحاول تهدم اي حاجة كويسة. فاضطريت ان انا الحقيقه اطلع، لانه حرام الجهد اللي اتعمل النهارده وبالفرحه اللي احنا راجعين بيها وحاسين ان احنا ممكن نساعد الناس، انه الناس تاخد الموضوع وتهدم كل زياره عشان ناس بس حابه ان هي تحتفي بمسؤولين جايين لها. فعشان كده قلت لا، احنا انا فخوره، وايوه انا وجدت الهجره اللي انا اللي بمشي على المعديه دي، وكنت سعيده بالناس وسعيده بينا وبنشتغل وبنساعد رجاله في قرى بيشتغلوا وبيفتحوا بيوت وعايزين يطوروا من نفسهم، مش ناس قاعده بتبكي وبتنظر على حاجات. انما يا استاذ احمد ارجع اقول دي الحرب اللي الدوله صح، ودي ما تاخرناش على الاطلاق ولا توقفنا، بالعكس بالعكس انا الكلام اللي حصل ده بيخلينا اكثر صلابه ومكملين عادي جدا. احنا هنعمله وهننزل تاني الغربيه وهنعدي على المعديه مره تانيه وهنحط كل الافكار اللي احنا خدناها النهارده على ارض الواقع. انما بالتاكيد انه اللي حصل النهارده بيوري قد ايه ان في هدم لاي جهد الدوله بتعمله او اي بارقه امل ممكن ان انت تديها لمواطن بسيط ان انت حتى تكسفه في اللي هو عمله. فانا يعني اسمح لي من برنامج حضرتك ان انا اوجه لهم شكر للناس اللي هي رتبت الزياره واللي هي كانت بقلبها الطيب وبجدعنتهم عايزين يوروا للمسؤولين ان هم فرحانين بهذه الزياره. بشكرهم على الضيافه وبوعدهم انه في 8 مارس هننزل مره ثانيه وهنحط كل الافكار اللي احنا خدناهم منهم على ارض الواقع. واحنا كمان كاميرتنا هتبقى موجوده مع سيادتك بعد اذن حضرتك. تشرفونا. كل الشرف لنا وبشكرك شكرا جزيلا. الوزيره نبيله مكرم، وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج.